يا إلهي، إلى أين أذهب؟ إلى أي فريق أنتمي؟ رائع، فلنذهب. ما الذي تفعله المغر تحديداً؟ انتهى وقت الشتاء الرائع الخلاب، الآن بدأ في الاختفاء، حان وقت الألعاب. ولنزرع طعماً في البرودة وقد نفذ المخزون، وحذاء الطويل لم يعد مدى رغم حبي له بجنون. حان وقت استقبال الربيع، وكل أخضر وجميل، وهو أيضاً وقت توديع الشتاء وللبرد نزيل. كيف أساعد؟ أنا لا أدري ماذا تفعل المغور، وهل أستخدم سحري؟ كيف تسير الأمور؟ في انتهاء الشتاء نودعه ينفاق، في انتهاء الشتاء يأتي ربيع برا، يأتي ربيع برا. مهمتنا نحن المغور إعادة الطيور، ونقوم بإبعاد السحاب حتى ينتشر النور. نبعد السحب ونذيب الجليد، وعند شروق الشمس يأتي دفء جديد. في انتهاء الشتاء نودعه ينفاق، في انتهاء الشتاء يأتي ربيع برا، في انتهاء الشتاء يأتي ربيع برا، يأتي ربيع برا. هنا تبيت في جحور أولئك الحيوانات، ونوقظها نحن نساعدها بجمع الطعام وتنظيف الغبار، نهتم بها على الدوام في رعاية الصغار. في انتهاء الشتاء نودعه يا رفاق، في انتهاء الشتاء يأتي ربيع برا، في انتهاء الشتاء يأتي ربيع برا، يأتي ربيع برا. مهمتنا هي زرع الحقل، زراعة البذور، من زرع وري وحرث ونق سنطعم المهور. تفاح جزر وكرفس أيضا الورود، ومهما كانت حالة الطقس سنبذل المجهود. في انتهاء الشتاء نودعه ينفاق، في انتهاء الشتاء يأتي ربيع برا، في انتهاء الشتاء يأتي ربيع برا، يأتي ربيع برا. الآن عرفت ماذا يجب وسأبحث عن عمل، من كل قلب سأنجز بلا ضجر أو كسل. هل أنجى حودنا قواتي وأفعل المطلوب؟ لدي حب لذا يجب أن أسعد القلوب، أسعد القلوب. في انتهاء الشتاء نودعه ينفاق، في انتهاء الشتاء يأتي ربيع برا، يأتي ربيع براق، يأتي ربيع براق، يأتي ربيع براق. كل المهور تعرف فريقها، ماذا سأفعل؟